ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة بمقرها بمدينة العالمين الجديدة. وخلال الاجتماع دعا رئيس مجلس الوزراء إلى الوقوف دقيق حداد على ضحايا الحادث الذي وقع بكنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة. كما توجه مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة لمصر وقداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بتعازي والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث. كما وجه مدبولي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة في الحكومة، متعهدا ببذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة، موجها بالتواصل التام والتنسيق المستمر في الملفات المشتركة التي تتقاطع اختصاصاتها بين أكثر من وزارة.